قضيه التحكيم ايضا كانت من القضايا التي اختلط فيها الحق بالباطل الباطل رفع فيها شعار الحق ابو موسى الاشعري يجتمع مع ان الامام ما كان راضي بابي موسى الاشعري ولكن فرض ذلك فرض هذا الرجل الإمام حذر أيضاً اجتمع أبو موسى الأشعري عمرو ابن العاص عمر ابن العاص أولاً اتخذ تكتيك لخداع أبو موسى الأشعري أخذ حاول أن يكسب قلبه أخذ يقدمه ما كان يتقدم على أبي موسى الأشعري. كان يناديه بتعظيم، كان يقول له يا صاحب رسول الله، عندما كانت الصلاة يحين وقتها، كان يقدمه ويصلي خلفه. عندما كان يصير وقت الطعام، ما كان يبدأ بالطعام، ما كان يمد إيده إلا إذا أبو موسى الأشعري يقدم يده أولاً. بهذه الطريقة كسب قلب أبي موسى الأشعري، هاي قضية خطيرة. في كثير من الاحيان القضايا العاطفيه تتدخل في قضيه الحق والباطل واحد يكسب قلب واحد اولا ثم يقترح عليه اقتراح معين هذا مشترى من الناحيه العاطفيه اشتراح عاطفيا وقلبيا ثم بعد ذلك خلط الحق بالباطل. عمرو بن العاص قال لابو موسى الاشعري: هذه القضيه تجدونها في بحار الانوار اذا حبيتوا تراجعونها. قال له: الان هنالك فتنه بين المسلمين علي من جانب ومعاويه من جانب. الدماء يمكن ان تراق، فتنه قائمه. افضل شيء ان نخلع عليا ومعاويه ونجعل الامر شورى بين المسلمين، وامرهم شورى بينهم. لاحظوا خلط حق بباطل. الشورى نظام قرآني وأمرهم شورى بينهم ولكن أين محل الشورى؟ الشورى تكون في المنطقة التي لا يوجد فيها نص عندما يكون هنالك نص قرآني نص نبوي لا معنى للشورى هذا مثل واحد يقول حدث هنالك حرب بين خاتم الانبياء صلى الله عليه واله وبين ابي سفيان في معركه بدر في معركه احد، لماذا تقع هذه الفتنه؟ احنا خل نخلع كلا الطرفين ونجعل الامر شورى بين الامه، صحيح هذا المنطق؟ عندما الله يعين النبي نبيا ماكو مجال للشورى. عندما الله يعين عليا اماما معنى ما كل الشور معاويه كان يمثل الفئه الباغيه فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي مو انه اخلع الباغي والمبغي عليه الامر شورى ونخلع كلا الطرفين خدعه أولا كسبه قلبيا وخدعه بخلط الحق بالباطل أبو موسى الأشعري إجي وصعد المنبر أو ما أشبه ذلك وقال أنه إني خلعت عليا من الخلافة كما أخلع خاتمي من يدي وطلع الخاتم من إيده ولعله ادخلها في يده الثانيه عمرو بن العاص اجى قال هذا خلع صاحبه ولكني اثبت صاحبي معاويه في مكانه